طيب خلال تواجدك وانت في نادي الزمالك، انت كنت طالب في الثانويه الرياضيه، طب انت علاقتك ايه بحلمي طولان؟ حبيبي حبيبك ها؟ طبعا، حلمي ده شخصيه ده جميله تربية جدا. عمرنا برضه، ها؟ تربية عمرنا والله وحياه ربنا، والله عشان يا كده كابتن. احنا قلنا له معانا الكابتن محمود الخواجه، فقال لي لا ده انا عاوز ابعت له كلمه. ما تأخرش أكيد، عاوزين نشوف الكلمه بتاعت كابتن حلمي يا طولان ريت يا ريت ونرجع تاني نعلق عليها. يا ريت. اتفضل يا ابو حميد. خواجه ده يعني رمز كبير جدا من رموز نادي الزمالك، ونجم كبير من نجوم جيله العظيم اللي كان بيمثله كابتن حسن وكابتن طه بصري والخواجه وعلي خليل وفاروق جعفر وغانم سلطان، جيل عظيم جدا، جيل محترم. خواجه يعني ليه ذكريات معايا كبيره جدا جدا، سواء في الاجازات في اسكندريه والشقاوه بتاعت اسكندريه، وميسو طول عمره، احنا طبعا بنقول له ميسو يعني طول عمره، دمه زي العسل. وانا بس عايزه يحكي لي، يحكي للناس هو كابتن مصطفى على واقع حصلت في الكليه، في كليه التربيه الرياضيه. انا كنت سابقهم، وكانوا الاثنين هم الاثنين في شعبه واحده، وكان في اختبار ملاكمه، فكابتن مصطفى عبده وكابتن الخواجه طلعوا على الحلبه، واتمنى انهم يكملوا ويحكوا ويكملوا ايه اللي حصل بالظبط في اليوم ده، لان انا كنت حاضر وكنت شايف، وكان الكليه كلها قاعده بتتفرج مصطفى عبده والخواجه هيعملوا ايه. بقول له ربنا يديك الصحه يا محمود، وربنا يطول في عمرك، اخ عزيز ونجم كبير جدا من نجوم نادي الزمالك، واخ وصديق، اتمنى ان ربنا يديم عليك الصحه ويوفقك في عملك باذن الله. والله العظيم كل المحبه على الاقل للجيل بتاعنا، احنا مع بعض اكتر من اخوات اقسم بالله، وعلاقتنا اكتر من ممتازه. يمكن احنا كنا مختلفين شويه، الاجواء كانت مختلفه شويه، ما كانش فيه الزخم الإعلامي والسوشيال ميديا بهذا الشكل خالص، ما كانتش موجودة أساسا، وعلاقات سوية، علاقات محترمة. إحنا طول عمرنا كده، حتى اللي قبلينا، الأجيال اللي قبلينا، يا ما شفت الكابتن صالح بيجي للكابتن حلمي زمورة، يا ما شفت الكلام ده، يا ما شفت الكابتن مرحوم عبد الوهاب سليم وهو قاعد مع الكابتن حنفي، كابتن جندي وكابتن عبد الكريم صقر، كنت بشوفهم على طول قاعدين في النادي، وبقى اروح اقعد معاهم عشان اسمع لهم واسمع لحكاياتهم، وخف الدم غير عاديه. يا جماعه عمرنا ما كنا بهذا الشكل، اتمنى ان ده يعود، اتمنى ان الجمهورين، اكبر جمهورين في مصر، انهم يبقى فيه وئام، يبقى فيه علاقه جيده، علاقه محترمه، ما فيهاش سباب، ما فيهاش إهانات، ما فيهاش تبادل شتائم. أتمنى إن ده يعود عشان مصر ترجع تاني. مصر طول عمر شعبها محترم، وطول عمر الناس اللي حوالينا كلنا، اللي حوالينا وحوالين مصر كلها بتتعلم مننا. حبيبك وحبيبنا كلنا. لا كابتن حلمي من الشخصيات المحترمة قوي 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 يعني، وربنا وفقه، مدرب غير عادي بصراحة. طبعا طبعا. هو قال حاجتين هنا. الحاجة الأولانية كان عندنا امتحان بتاع الملاكمة، عشان بس ما ننساش الكلام ده. فجي الله يرحمه، هتحكي ولا أحكي أنا؟ لا أنا أحكي، عشان أنا فاكر الموضوع ده كويس قوي أكتر منك. لا لا لا، ده أنا فاكر حاجة لسه، بس هسيبك تتكلم. لا، هو اللي عمل فينا القصة دي كلها الله يرحمه الكابتن عبد الصالح الوحش. الوحش طبعا. راح للدكتور عاطف، لو تفتكر الدكتور. أيوة. عاطف بتاع الملاكمة. أيوة. كان امتحان نهاية السنة. لا، كان الدكتور إسماعيل حامد. لا، كان الدكتور، كان لا بس اللي كان بيختبرنا باللي عامل هو كان رئيس القسم الدكتور اسماعيل حامد. انه كان عاطف، هو الاستاذ عاطف، كان هو الاستاذ عاطف، هو كان زملكاوي يا استاذ عاطف كمان تقريبا. كان زملكاوي. فالكابتن عم صالح الوحش راح مسك ودنه كده وانا كنا قاعدين هنطلع قاعدين عادي. انت انا في اول الكشف وانت فتحت نص الكشف. طب يعني المفروض بعاد يعني. فكان كل اتنين من كل في الكشف، كل اتنين ورا بعض بيطلعوا. فوجئت ان انا اسمي بتنادي وبعدين مصطفى عبده بتنادي. قلت يا نهار اسود، ايه ده، في ايه؟ وبعدين فجاه لقينا الكليه بقت حوالين العلقه كلها، ده الناس اللي ماشيه بالشارع جت على حس. ولقينا الكابتن عم صالح قاعد مع الدكتور عاطف والدكاتره كلها،
كله جه كله بقى كله عايزين يشوفوا مصايب. فطلعنا وطلعنا فجيت قلت لك يا مصطفى احنا هنا مش 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 ده مش مش معانا ايه اللي يجيبك معايا يعني. قلت لك ده كان امتحان على فكره امتحان اخر سنه كان احنا كان تخصص تاني ملاكمه. ايوه لو انت تفتكر انا شيش ده الا الشيش ده مع الكساس عجوه بقى ده الا كابتن حمدي عجوه الله يرحمه الشيخ كان ساعتها ودي قصه كده. المهم فقلت لك يا مصطفى عايزين يضحكوا علينا جايبيننا يضحكوا علينا فاحنا ايه بقى لا بس انت كنت خايف مني جدا انت طويل بقى وهنفخ لك وشك وانا قلت لازم المك فقلت لك يا مصطفى دول هيضحكوا علينا خلينا ايه نضرب وانا طيب واخدت على كلامك نضرب في الكلافزات بقى وكده ونعمل اللي احنا يعني وشويه يروح ضاربين الجرس يقول لك اقف عايز دم يا عم دم ايه يا مصطفى ما تسخنش انا كنا سخنت انت بقى ماتش الاهلي والزمالك كان خلص لا كنا هنلعب اهلي وزمالك لا احنا كنا هنلعب انا كان عندنا ماتش المحله وبعديها ماتش الزمالك ايوه كان بعديها ما فيش كام يوم اسبوع ده يمكن او اقل من اسبوع فانت سخنت لا انا ما سخنتش قعدت اقول لك يا مصطفى ما يعملوا انا ايه قلب موه اقول لك اديني في الكلبزات تضرب وانت تديني في الكلبزات وبعد كده يعني خلاص خدت الامان بقى منك والاخر قمت مديني واحده لقيت عينيها دي بقت قد كده وبعدين المشكله في انك سبت الحلقه ونزلت جريت انا سبت الحلقه وجريت وراك طب ما طبعا والله العظيم هرحمك ارجعوا راح مرجعيننا والكليه كلها الناس قعدت تضحك فروحت انت واخدني بقى واحده بقى على خفيف لا خدتني واحده جامده هنا اهو زرقت وانا كان عيني قد كده رحت المحله طول ما انا بعديها بيومين واخد ثلاجه حاططها هنا في الحته دي والله يا مصطفى فعلا كان طيب